ويعرف، لان اكيد امال يعني يا فندم لما انت بتقول بقرا، لا انا عاوزك انت اللي تقرا. ليه اقول لك انت اللي تقرا لوحدك؟ انا مستعد. امال ال 150، امال ال 150 انا هقعد اسمع اكمل يعني. ال 150 مليون دولار اللي مسؤول يقرا؟ لا انا قاري كويس. لا يا فندم، لا انا جايب المستشار بعد اذن حضرتك. المستشار تروح للنائب العام يا فندم. بعد اذن حضرتك احنا عايزين عاوزين نطلع بحوار يا استاذ انجلا. اتفضل يا استاذ محمد. العنتريه في الحوار، سياده النائب كل شويه يقول مستند. عندك مستند على حد؟ المكتب النائب العام موجود، روح له لو مش عايز. بس ما تدافعش عن حد، ابعت معاك محامي من عندي. بس دافع عن نفسك بعد اذنك. دافع عن نفسك يا فندم. ما تدافعش عن حد، انت ما تدافعش اتهام يا فندم. احنا مش في القاعه هنا. ارجوك انت دافع عن نفسك، ما تدافعش عن الجامعات الثانيه. يبقى انا اتكلم، انا قاري كويس يا فندم. لا يا فندم، ما تقولش مش قاري. لا طبعا انت اللي مش قاري. لا يا فندم مش قاري والله. لا والله ما اعرف اي حاجه. طب احنا مش هنعرف نكمل الحوار بالطريقه، احنا مش هنعرف نكمل. طيب يا جماعه خلونا افاصل قصيرنا او بعدها لمواصله الحوار. حضرتك تتحدث عن نفسك، لا تتحدث على المنصه. لا تتحدث على المنصه.